اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده. احنا متواجدين معاكم النهارده من معرض سيراميكا ماركت اللي بيقام تحت رعايه سيراميكا الامبراطور. هنقدم لكم تغطيه خاصه ولقاءات متنوعه، تابعونا الكاميرا العقاريه. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية وبرحب بالأستاذ عاطف ندى مدير عام شركة الإمبراطور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أول حاجة عايزة أقول لحضرتك إحنا سعداء جدا إن إحنا متواجدين معاكم النهاردة في المعرض، وعايزة بس الأول أسمع رأي حضرتك إيه في المعرض النهاردة. والله الحمد لله، ربنا يخليك، الشرف لينا. المعرض النهاردة يعني شيء كويس، شيء مشرف، وإحنا يعني مبسوطين بتواجدنا في السوق المصري. واحنا النهارده بنقدم كشركه الامبراطور اكبر تشكيله ممكنه في سوق السيراميك. المعرض جيد الى حد ما.
احنا على طول معاكم في شركة الامبراطور، وبنابديت كل شغل وكل حاجة انتوا بتعملوها وكل جديد، ودايما بتعملوا خصومات وبتعملوا عروض قوية جدا للشباب وللناس كلها يعني بشكل عام. فعايز اسمع من حضرتك النهاردة احنا نازلين بعروض ايه، بنقدم ايه للتسهيلات للكاستمرز اللي بيجوا علشان نجيب اكتر الامبراطور. تمام والله يا فندم، احنا نازلين بكذا عرض. نازلين بعرض عيد الام، مناسبة عيد الام طبعا، ونازلين بعرض كتير جدا، عاملين خصومات على البلاط علشان طبعا الظروف الاقتصادية اللي البلد فيها، بنحاول نساعد، بنحاول ان احنا ندعم برضو، بنحاول ان احنا مثلا نيسر شوية الموضوع. يعني عايز اقول لحضرتك على ان احنا موضوع الربح ده بيبقى اخر حاجة. النهاردة بنحاول ان احنا نساعد ونمشي السوق ونتحرك مع السوق، فدايما هتلاقي العروض، ودايما الامبراطور العروض ما بتوقفش. يعني عاملين خصم كام في المية؟ والله يا فندم، في حاجات معمول عليها 50%، وفي حاجات معمول عليها 40%، على حسب الكواليتي بتاع البلاطات. عايز اقول لك ان باكج كبير جدا من المعروضات، اكتر من 10 شركات او 11 شركه سيراميك. طبعا التوزيع والانتاج والحاجات دي كلها هي اللي بتتحكم فينا وبتخلينا نقدر، يعني لو كل المصانع ما بتكتر احنا بنقدر نعمل عروض اكتر. وطبعا في احنا كشركة الامبراطور هيبقى ليها مصنع قريب، المفروض ان شاء الله يتم تشغيله في نهاية السنة. يعني حابين برضو نوضح للمشاهدين ان شركة الامبراطور اسعارها غير اسعار السوق تماما، بعيدا عن ان احنا عاملين خصم اوريدي الفترة دي. تمام، هو على طول المستهلك لامس الموضوع ده، لان احنا دايما بنعمل عروض ودايما مهتمين جدا بالجانب ده. احنا بنبيع باقل سعر فعلا، وال يعني ما تسألناش احنا، تسألي المستهلك يعني. طيب انا عايزة اعرف من حضرتك، احنا عندنا مصنع جديد. بالظبط بالظبط، كلمنا عن المصنع الجديد. والله المصنع على في المنيا، على مساحه 30,000 متر. يعني بنطمح ان شاء الله ان يبقى القوه الانتاجيه بتاعه مبدئيا 30,000 متر. في خطوات للتطور بتاعه، هيبقى فيه برضو بورسلين. هنعمل طبعا اول حاجه واول اهتماماتنا اللي هو الكواليتي، ده التركيز عليه. وان شاء الله احنا عايزين نبقى يعني كلاس A مع اقل سعر او سعر مناسب يعني. تمام، هل الازمه الاقتصاديه الفتره الحاليه وتعويم الجنيه اثر على شركه الامبراطور؟ والله يا فندم، هو يعني تاثير على السوق كله، ولكن احنا بنحاول نشتغل يعني في المساحه اللي موجوده، بنحاول ان احنا ندعم، وبنعمل مثلا يعني بنقدم عروض وبنقدم حاجات يعني في المتاح. طبعا اثر على السوق كتير، ولكن الحمد لله يعني بنحاول نداول. نقدر نقول ان احنا النهارده بنساعد الاقتصاد المصري وبنبدا يوم جديد في الاقتصاد مع الامبراطور. اكيد طبعا اكيد طبعا، النهارده جت ناس كتير من بره ودول مدعوه سفراء دول مدعوه للمعرض، واشادوا بالكلام ده فعلا. واحنا النهارده بنحاول فعلا ان احنا نقف حتى لو باي حاجه. يعني ردود فعل العملاء لما بيجوا طول النهار المعرض، ردودهم ايه؟ والله الحمد لله النهارده كان في قوة شرائية كويسة جدا، وده أكبر مردود يعني. واخدة بال حضرتك، الناس كلها مبسوطة، لأن في تشكيلة كبيرة جدا زي ما حضرتك شفتي. تقريبا احنا يعني غطينا حوالي أكتر من 90% من اللي موجود في السوق. طيب خليني اروح بقى مع حضرتك وتعرض عليا بقى عشان نشتري انا كمان من عندكم، وبشكرك جدا، وان شاء الله يعني من نجاح لنجاح. ربنا يخليكي، شكرا، ميرسي لحضرتك.
استاذه انجي اسامه، انا برحب بيكي جدا الاول. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني اتكلم معاكي النهارده على البارتيشن اللي احنا موجودين فيه في المعرض الامبراطور. عايزه اخد رايك الاول في الاقبال بتاع المعرض. انت متواجده من الصبح، هل انت شايفه فيه اقبال قوي؟ احنا من الساعه 10 موجودين، يعني عايزه اقول لحضرتك احنا موجودين كمان من قبل كده، والناس كانت عايزه تدخل تشتري وتشوف الموديلات الموجوده عندنا، وطبعا في حاجات كتير جديده شاده الناس وعايزه تعرف هي ايه واسعارها ايه. كمان الاسعار بالنسبه للحاجات اللي موجوده اسعار احسن بكتير يعني من السوق بره، فطبعا يعني المعرض اكيد بيبقى اسعاره اقل. يعني احنا متواجدين دلوقتي معاكي في شركه مارسيليا. تمام، مارسيليا فيها بقى طبعا موديلات كتير. ممكن طبعا اوريكي حاجات زي مثلا الارضيات دي. خلينا نتكلم على الارضيه. انا عايزه بس قبل اي حاجه عايزه اعرف سعره كام. دي السجاده دي بلاطه 50 في 50، دي سعرها 250 جنيه. 250. تمام. واللي جنبها ودي بلاطه 60 في 60 سعرها 300 جنيه. في حاجه زي كده تابلو، تابلو دوت 25 في 50 سعره 240 جنيه. تابلو حوائط. طب قولي لي يعني النهارده تعاقدتوا على انهي واحد فيهم بالاكتر يعني؟ لا الاكتر بقى. يعني انا عايز اقول لك السجاد ده الشغل فيه حلو جدا النهارده، وناس كتير عاجبها قوي السجاد، يعني الواحد بيخش ياخد اتنين تقريبا. عايزين نسمع او نعرف ذوق العملاء والكاستمرز النهارده ايه؟ الغالب الناس داخله تاخد الاتنين، لان طبعا كله عنده سيراميك بيج واوف وايت والحاجات دي، فعايز يكسر السيراميك بتاعه بحاجه جديده بسجاده شكلها حلو، هيوفر طبعا ثمن سجاده ان هو يشتريه، فعمل شغل طبعا حلو جدا وفي اقبال عليه. يعني خلينا برضو نتكلم مع حضرتك على اللي ورانا ده. مطبخ. تمام، دوت مطبخ بامبو. تمام، طبعا الارضيات زي ما انت شايفه والحيطه فيها بامبو، في بيج فاتح وبيج غامق. تمام، وفي حاجات بقى زي كده دي حاجات ديكور بتتحط طبعا ديكور زي البلاطات دي والمتاي دي برضو بتدي منظر مختلف. سعره ده سعره 56 جنيه للفاتح والغامق. تمام، وبلاطه الديكور دي بتبقى سعرها بالواحده، يعني لان طبعا مش كل الناس بتاخد بلاط ديكور، دي بتبقى اذواق. في برضو ورانا هنا الديزاين ده حلو قوي بصراحه. بريشيا ده حمام. تمام، ده برضو الفاتح والغامق 56 جنيه، وبالنسبة لبرضو ده بلاط ديكور بيبقى دوت عبارة عن ورد، وده كمان يعني إلى حد ما بارز. تمام، ده سعره برضو في 50 جنيه بالنسبة للبلاط. خلينا نرجع للكاميرا تاني. قولي لي احنا عندنا فعلا اقبال فظيع، كلميني عن ردود فعل الناس لما هي بتيجي دلوقتي المعرض، بتقول ايه او هم محتاجين؟ هل انت شايفه ان الناس بتيجي ردود فعلها بتقول انا محتاجين المعرض ده كل شويه؟ يعني انا شايفه ان في ناس كتير قوي بتقول لي انتوا هتخلصوا امتى؟ طب انتوا لسه قدامكم تاني؟ طب الاسعار دي موجوده اصلا في المعرض بتاعكم الاساسي؟ يعني اللي هم عاجبهم الاسعار والحاجات اللي معروضه، ان هم في حاجات كتير جديده نازله في المعرض كان هم يعني مش موجوده في المعرض بره. بس عايزين يفكروا ويجوا. طبعا يعني ناس كتير قوي اخذت النهارده يعني مش معاها المقاسات مثلا، فعايزه تيجي بكره وبتتاكد بقى هل احنا موجودين بكره ولا لا. حابين برضو نوضح للمشاهدين الخصم اللي احنا عاملينه خلال فتره المعرض. تمام، هو في كمان عرض عيد الام لو حضرتك برضو شفتيه، ده برضو عرض جميل جدا. احنا عرض دوت 6666، ده عرض فيه 110 متر سيراميك ب 4444، وعرض صحي 21 قطعة ب 2222. طيب يلا بقى نقول للمشاهدين يجوا عيد الأم وكرسانهم طيبين وكرسانهم كل أم طيبة. أنا عايزة أشكر حضرتك جدا. على إيد، شكرا، أنا شرفت بحضرتك. We'll be right back.
برحب بالاستاذ محمود انور مدير مبيعات شركه الامبراطور للتشييد والبناء. انا برحب بحضرتك جدا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. كلمني حضرتك عن تواجدك النهارده طول اليوم في المعرض والاقبال، هل انت شايف ان الاقبال قوي جدا من الصبح؟ لا، هو اقبال مقبول. مقبول بس يعني هو احنا شايفينه قوي، حضرتك قلت مقبول. مقبول، هو مقبول جدا بالنسبه لي. مقبول، في اقوى من كده ان شاء الله. اتوقع على بكره في اقوى من كده باذن الله. اكيد ان شاء الله، احنا بندور على الاقوى من كده اكيد. خليني اكلم مع حضرتك عن المنتجات اللي احنا الماتيريال اللي احنا اوريدي عارضينها في المعرض. حضرتك ديت خاصه بالديكورات بالحوائط بعيد عن السيراميك. احنا عندنا حاجه جديده. دي هنا في حاجه زي حجر فرعوني. في هنا رخام مطعم بالحجر الفرعوني. وده بقى حضرتك في حاجه اسمها كراره. شغل كله للمطابخ والحوائط، شغل كله ديكورات. الشغل كله مطابخ وحوائط. للديكورات، دي ديكورات بعيد عن السيراميك. حضرتك بعت النهارده؟ الحمد لله، اشتغلنا شغل كويس الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله. طب خليني اعرف من حضرتك اسعار يعني. في مثلا عندك القراره المتر عامل 400 جنيه. تمام. وفي عندي الحجر الهشم المتر عامل 250. تمام. وفي عندي الجلاله المتر عامل 400 جنيه. 400 جنيه. هل احنا عاملين ده بالخصومات اللي احنا عاملينها خلال تواجدنا في المعرض؟ بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. طب غير الخصومات؟ بتبقى اعلى من كده، بتبقى اعلى من كده. احنا عايزين بس نوضح للمشاهدين ان في خصومات قويه جدا، فيعرفوا ان بعد المعرض هيلاقوه بكام. يعني ممكن القراره يلاقوه ب 650 مش ب 600. شغل القراره. خليني اشكر حضرتك جدا، وان شاء الله بكره هيبقى اقوى زي ما حضرتك عايز. ان شاء الله باذن الله يا فندم. شكرا جزيلا. برحب بالاستاذ محمود حسن المدير التنفيذي لشركه الامبراطور للبناء والتشييد. برحب بحضرتك. اهلا بيكي جدا. ماي هاوس. ماي هاوس. حضرتك ممكن تكلمنا الاول في البدايه عن ماي هاوس والامبراطور للبناء والتشييد؟ والله حضرتك شركه الامبراطور هي كانت مختصه في السيراميك بس هو في شق جديد حصل انه يبقى في للبناء والتشييد والتشطيب وتسويق عقاري واستثمار عقاري، فمش تسويق، سوري، استثمار عقاري. فالموضوع ده ليه حصل؟ علشان نهتم بالعملاء اكتر بتوعنا، علشان هم يعني بيحتسوا بصراحه من الاخر كده في موضوع التشطيب بخامات بصنايعيه بالكلام ده. فوفرنا حاجات كتير جدا تخدم العميل بتاعنا بحيث ان هو ما يحتاجش لاي حاجه وما فيش اي حد من بره يضحك عليه في اي حاجه. طيب خليني اعرف راي حضرتك النهارده ايه في الاقبال في المعرض طول اليوم؟ والله الاقبال حلو جدا بس مش ممتاز. يعني هو بالنسبه لاول يوم طبيعي ان اول يوم ما بيبقاش مقياس يعني كسيل بيتعمل، ونتوقع ان شاء الله الايام اللي جايه يكون افضل من كده. اكيد ان شاء الله. احنا عندنا ماتيريال احنا اوريدي بنعرضها وحاجات جديده، عايزين حضرتك تكلمنا شويه عن الحاجات اللي احنا بنعرضها دلوقتي للعملاء. والله بصي حضرتك، احنا يعني من كتر اهتمامنا بالعملاء احنا اهتمينا بكل الخامات. يعني لو الارض فاضيه العميل هياخدها احنا نبنيها له كلها ونشطبها له لحد سوبر لوكس، فاهمه؟ يعني عندنا جميع الخامات، حتى الغالي عندنا رخيص عشان نهتم بالعملاء، حتى المستورد عندنا برخيص، حتى بنهتم بالانتاج المصري اكتر من المستورد عشان نشجع الانتاج المحلي طبعا علشان مصر. فالفكره كلها ان احنا عندنا جميع انواع الخامات من اقل سعر واحسن جوده لاعلى سعر واعلى جوده. هل الاقتصاد في الفتره الحاليه وتعويم الجنيه اثر على شركه الامبراطور في الاستيراد والتصدير؟ والله هو اكيد اثر على جميع المستثمرين، بس احنا بنعتمد كالامبراطور على الانتاج المحلي. فالفتره الحاليه مش مأثره علينا جامد عشان احنا بنعتمد على الانتاج المحلي اكتر من الاستيراد. طيب نحب نشجع الانتاج المحلي، وعايزين نسمع من حضرتك احنا عاملين خصم كام في المية خلال فترة المعرض؟ احنا عاملين خصم لحد 50% وفي لحد 70-80%. ده حقيقي، ده مش هزار بجد. ياريت كلكم، ياريت كل الناس تشرفنا وهتتأكد بنفسها. حضرتك قول كلمة للمشاهدين بيتفرجوا علينا النهاردة علشان ينزلوا بكرة. يا جماعة شرفونا في اي وقت، وفي هدايا بجد وفي خصومات بجد مش اي كلام،
وفي كل حاجة للمواطن الفقير وللمواطن المتوسط والمواطن الغني بجد. أنا بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك، شكرا لك. برحب بالاستاذ محمد فاروق مدير التسويقي لشركه الامبراطوره. انا برحب بحضرتك جدا. انا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. طبعا حضرتك غني عن التعريف، خلينا نتكلم النهارده عن تواجدنا في المعرض، معرض الامبراطور تحت رعايه الامبراطور. رايك ايه في تواجدك النهارده والاقبال، اقبال الناس النهارده بتيجي بتقول ايه على معرضنا؟ والله احنا بنشكركم على تواجدكم اساسا معانا، وقناة مشرفة واحنا بنحبها جدا ومتابعينا في كل شغلنا. بالنسبة لإقبال الناس، احنا ما كناش متخيلين الإقبال دوت، ناس كتيرة قوي، لأن هي عهدت في الإمبراطور إن هي بتوعد وما بتخلفش وبتنفذ وعودها، والحمد لله رب العالمين احنا مبسوطين جدا. احنا بقالنا ساعات والإقبال الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل ربنا إقبال كبير قوي الحمد لله. الحمد لله. احنا اتكلمنا مع شركات كتير متواجدة، خلينا النهاردة مع حضرتك هنا تشرح لي بس الجزء ده. احنا شايفين علم مصر ابيض واسود واحمر. هو الـ 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 الشركة دي اسمها شركة ريد سي. الشركة دي من الشركات الرائدة في صناعة البانيوهات في مصر، وليها تصدير في الخارج طبعا. بيمتازوا بالجودة والتقنية والخبرة في شغلهم، والحمد لله هم وصلوا لمرحلة ان هم كان الاول البانيوهات كلها بتنزل لون واحد او لونين كتير، دلوقتي هم بيعملوا حوالي بتاع 7-8 تلوان وبكل الاحجام كل المستويات، ومستوى ممتاز جدا يعني الحمد لله. الحمد لله. هل حضرتك عارف الاسعار حاليا؟ احنا الاسعار دي ما بنقدرش نكشف عنها لان دي تبقى اسعار مفاجاه للعملاء، والحمد لله هم عملوا شغل كتير قوي النهارده الحمد لله ربنا وفقهم، لان اسعارهم منافسه لشركات كتير والجوده والخامه بتاعتهم غير عاديه يعني الحمد لله. احنا وضحنا النهارده للمشاهدين بمصنعنا الجديد، مصنع الامبراطور، وعايزين نسمع من حضرتك برضو مفاجأة تانية للمشاهدين. بإذن الله انتظروا الامبراطور، هتبقى بلاطة ممتازة جدا بإذن الله. تقنية عالية، أسعارها منافسة لكل الشركات بإذن الله، وحاجة احنا بنعملها مساعدة لشعب مصر وفي حب مصر وتحيا مصر. هل حضرتك تحيا مصر طبعا، هل حضرتك شايف ان احنا محتاجين كل شوية نعمل معرض بالحجم ده؟ يعني نلمس يعني نقول ايه، نلمس قلب العميل. احنا لازم نقرب من العميل، يعني ما نحاولش ان احنا نكون بعيد عنه، لازم نقرب له ونكون قريبين قوي منه، ولازم نوري له منتجاتنا ونوري له الخامات اللي عندنا ونوري له شغلنا، فكده العميل بيقرب مننا وبيشوف، لان هو بيشوف في شركات تانية الاسعار بتبقى عاليه جدا، لكن لما بيقرب مننا وبيشوف الاسعار عندنا الناس يعني عملوا اقبال كبير احنا ما كناش متوقعين. احنا برضو بندعم الصناعة المصرية، احنا صناعة مصرية 100%. صناعة في مصر، صناعة في مصر. بشكر حضرتك جدا. طبعا يا ست، احنا الاسعد، اتفضلي.
مشاهدينا من فعاليات معرض سيراميكا ماركت اللي بيقام تحت رعاية سيراميكا الإمبراطور. قدمنا لكم تغطية خاصة وبنقول لكم تعالوا انتظرونا بكرة في المعرض. وبكده حلقتنا خلصت، انتظرونا في حلقة جديدة جاية.